التصديق يوم 14 جويلية 2024 ووضع الخاتم الرسمي. حضرنا 13 قاعة على مستوى المندوبيات البلدية التابعة للسلطة الوطنية المستقلة التي يمكن التصديق على مستواها بكل معداتها المادية والبشرية. ضف إلى ذلك الخلايا المتواجدة والتي زرتموها الآن على مستوى المندوبية الولائية التي يمكنها كذلك أن تقوم بعملية التصديق على أوراق التوقيعات في أي وقت من الساعة 8 إلى غاية الساعة 10 كل أيام الأسبوع. من جهة أخرى انتهينا من عملية المراجعة دون تسجيل أي اعتراضات ودون تسجيل أي طعون قضائية، حيث أسفرت العملية عن هيئة الناخبة الجديدة 463213 ناخب على مستوى ولاية برج بعرريش بتسجيل موزعة على 1261 مكتب انتخاب. لما يتقدم المواطن أول شيء رايحين نراقبوا وثائق الهوية بطاقة الناخب ونطابقه مع المعلومات الموجودة عن الاستمارة، طبعا بعد مراقبة الرقم التسلسلي للاستمارة اللي يكون موافق للرقم التسلسلي للاستمارة الخاصة بالمترشح المراد التصديق له. بعد ذلك بعد ما نقوم بعملية المراقبة للمعلومات أو لمعلومات المواطن نقدمها للزميل يزيد يراقبها، وهناك تسهيلات كاين حالات وين أنه المواطن ما تكونش عنده بطاقة الناخب يتم استخراج مباشرة شهادة تسجيل وتتم المصادقة بصفة سلسة وطريقة بسيطة. استقبال كان رائع، كان جميل من الإخوة لدرجة أنه يعني نسيت بطاقة الناخب، ولكن هما عندهم دائما تلقى الحلول، دائما تلقى البدائل، وصادقت والحمد لله كانت فاتت في ظروف جيدة.